بالنسبة للكوردات دائما في طريقة مختصرة تساعدك لما انت تكون في حفلة ويكون معاك عازف بيانو وانت عازف جيتار او العكس، نوتة خاصة بشرح الكوردات بشكل مختصر ويكون فيها توضيح لزمن كل كورد حسب النوتة. اولا تعالوا نشرحها عن النوتة الموسيقية. في النوتة الموسيقية في خانة الاف كليف حيكون كورد الاي ماينر على سبيل المثال بهذا الشكل. اذا كانت النوتة عبارة عن دائرة ممتلئة من الداخل بعصا سوداء معناها انها ربع، معناته انه لازم تتكرر 4 مرات عشان كل هذه المساحة الزمنية تتغطى. طيب 1 2 3 4 هذا أغنية زمن الموسيقي فيها 4 ضربات 4 ثواني. فلو قلنا انه الاي ماينر حيكون 4 مرات فمعناته هو حيكون بهذا الشكل 1 2 3 4 1 2 3 4. طيب اذا كانت الدوائر بهذا الشكل مفرغة على الاي ماينر A C E بدون عصا حتكون بهذا الشكل، العد بشكل كامل عبارة عن دقة واحدة 1 2 3 4 1 2 3 4. لو كانت دوائر مفرغة لكن زايد عليها خط حتكون نصف نغمة، معناها انها حتتكرر مرتين عشان تغطي لنا المساحة الزمنية اللي موجودة، معناها انه الوحدة حتاخد عدين 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا في وقت انت جدا مستعجل وتبي تختصر الموضوع صعب جدا انك انت تعطيها لاي احد، خصوصا انك ما يكون العازف اللي تعزف معاه متعلم نوتة، فبالتالي كيف انت تستخدم طريقة مختصرة لشرح ولو توصيل نوتة خاصة بالكوردات. الان لنفرض ان احنا عندنا A minor G F حيكون بهذا الشكل A minor G F. لو ان احنا نعطيهم فول نوت حنكتبهم بهذا الشكل بدون ما نستخدم اي علامة زمنية، يعني A minor معناته انها فول نوت، G major معناها فول نوت، F major معناها فول نوت، حتكون بهذا الشكل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. لو نبغى الاف مثلا ياخذ نفس العد 1 2 3 4 مرتين حنكتبه مرتين 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. هذه الرموز معناها انه حتستخدم الكورد عد واحد كزمن موسيقي، او تستخدمه عدين ثانيتين، او تستخدمه 3 عدات، وطبعا لو 4 عدات محتاج تستخدم هذه الرموز. لو فرضنا انه الاي ماينر حيعزف 3 ضربات او 3 ثواني في الزمن، معناه حبقى ثانية، معناته لازم يكون في كورد ياخذ هذه الثانية. نرفض انه الثانية هذه حتكون للجي، حتكون بهذا الشكل 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. إذا أنا عزفت الأي ماينر 1 2 3 الجي مرة واحدة بعدين الإف عد كامل 1 2 3 4 الأي ماينر 1 2 3 جي ميجر 1 إف ميجر عد كامل. الآن حنعطي مثال على أغنية معروفة نيو رولز، حتكون أي ماينر عد كامل، A minor ضرب 3 يعني 3 عدات، العدة الرابعة حتكون G مرة واحدة بعدين F F، فحتكون بهذا الشكل 1 2 3 4 1 2 3 4. هذا G major F 3 4 1 2 3 4. نرجع مرة ثانية للA 1 2 3 4 1 2 3 4 F 4 1 2 3 4 وهكذا. فبالتالي حتكون A minor 1 2 3 4 1 2 3 4 F 1 2 3 4 1 2 3 4. فهذه طريقة جدا مختصرة عشان تقدر تكتب الكورد اللي مطلوب منك في الأغنية وتحدد كم مرة حيتكرر كفول نوت وكم مرة يكتب كهاف نوت.